أهلا وسهلا بحضراتكم في الجلسة الختامية للقاء المثقفين والمفكرين. يفترض أن الجلسة الختامية هتستمر في حدود ساعة ونصف على الأكثر ويعقبها غزاء، ولكن اسمحوا لي أن احنا نعرض خلاصة الجلسات المتوازية اللي شهدت قدر كبير جدا من النقاش والحوار الثري حول قضايا مهمة تتعلق بموضوعات نوقشت بالأمس، سواء تتعلق بمحنة اللغة العربية أو بتطوير الفكر أو بإشكالية العلاقة بين الفن والثقافة. فاسمحوا لي أن احنا ندعو المقررين الثلاث جلسات تباعا للحديث في هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك نشكر مركز بصيرة في الواقع لأنه قدم لنا خدمة جيدة جدا في الخارج وابليكيشن مخصوص لهذا اللقاء، ودعا السادة المشاركين للتفاعل معه. فأنا بدعو الدكتورة حنان جرجس مديرة المركز للحديث حول هذا الابليكيشن ومدى الإفادة منه والباكيج اللي هي عرضها برا للتوزيع على المشاركين. شكرا دكتور سامح. الحقيقة احنا في مركز بصيرة بدأنا نعمل مجموعة جديدة من نطبق أساليب جديدة في استطلاعات الرأي العام، ومن ضمنها ان عملنا موبايل ابليكيشن جديد اسمه نسألك. نسألك هو موبايل ابليكيشن متاح على الاندرويد وعلى الايفون، اي حد يقدر ينزله من على الستورز بتاعتهم، وهو موبايل ابلكيشن مجاني. كل اللي بيدخل يسبسكرايب على الابلكيشن بيقدر يشوف الاسئله اللي الناس سالتها، او يقدر يوجه سؤال للناس ياخد رايهم في اي حاجه. ومجرد ما الناس بتبدا تجاوب حضراتكم بتقدروا اول باول تشوفوا النتائج بتاعه الاجابات بتاعتهم. حاليا الابلكيشن عليه حوالي 20,000 شخص مشتركين، واحنا في بعض من حضراتكم فعلا نزلنا لهم الابلكيشن، لكن انا بدعو بقيه اللي لسه ما نزلوهوش يا ريت ينزلوه. ولما حضراتكم هتدخلوا على الابلكيشن على اول شاشه هتلاقوا فيه ايكون بتاعه مكتبه اسكندريه، من خلالها احنا بالتعاون مع المكتبه حطينا مجموعه اسئله عشان نعرف راي حضراتكم في المؤتمر، وايضا عشان حضراتكم تقدروا تطرحوا موضوعات اخرى على المكتبه، من خلالها ممكن المكتبه انها تعرف يعني تصورات لحضراتكم شايفينها للمؤتمرات القادمة، ايه اللي ممكن المكتبة تكون مفيدة فيه. فانا بدعو حضراتكم ياريت تدخلوا بس على الابليكيشن وتجاوبوا ده. بالاضافة لكده هتلاقوا حضراتكم معروض برا في نتائج مجموعة استطلاعات احنا عملناها مرتبطة بموضوع المؤتمر إلى حد كبير، بتتكلم عن الصورة الذهنية للمرأة في المجتمع المصري، وأعتقد أنه ده جزء كبير مرتبط بصورة كبيرة بالثقافة المصرية وبمنظومة القيم اللي متكونة عند المصريين نتيجة هذه الثقافة. فأعتقد أنه ده برضو ممكن يكون موضوع مهم للمكتبة أنها تتابع فيه بعد كده. ده تعمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهتلاقوا أيضا في تقرير آخر صادر عن موبايل أبليكيشن نسألك بيتكلم عن موضوعات مختلفة ليها علاقة بالسكان والتنمية، فبرضو ممكن حضراتكم تاخدوه، ونتمنى أنه يكون في متابعة من حضراتكم للحاجات دي. شكرا. شكرا دكتورة حنان. المقرر الجلسة الأولى للحديث الأستاذ هبة عبد العزيز، تفضل. في الجلسة الأولى حول الفن والثقافة، احنا حاولنا الحقيقة في الجلسة الخاصة بعلاقة الثقافة بالفن أو بالإعلام بصفة عامة، احنا الحقيقة حاولنا ان احنا نطرح عدة أسئلة. هل المثقف له دور فعال؟ ما هي علاقة السلطة بالثقافة؟ وأين دور وزارة الثقافة؟ وهل هناك استراتيجية بالفعل للثقافة؟ وحاولنا ان احنا نخلي يكون في تفاعل ما بيننا وبين السادة الحاضرين. كان الحقيقة في اكتر من مقترح، المقترحات دي كلها سجلناها الحقيقة، وهي كلها بتصب في الصالح العام، وبتصب في فكرة انه في الاخر طلعنا انه لازم يكون في استراتيجية من الدولة. الاستراتيجية دي هي اهم حاجة في فكرة انه علاقة الفن بالثقافة، او علاقة
القوى الناعمة بصفة عامة، سواء كانت برامج أو أفلام، سواء كانت صحافة مقروءة مرئية مسموعة. فحاولنا ان احنا نركز على فكرة ان اهم شيء انه يكون في استراتيجية من خلال بعض المقترحات اللي هنقدمها ان شاء الله لإدارة المكتبة. شكرا. شكرا استاذ هيبة. طب ايه اهم المقترحات يا استاذ هيبة؟ لا يعني معاك وقتك، يعني يعني على اساس هما برضو عايزين الهيدلاينز بس. تمام. هو كان في مقترح الحقيقة من أستاذ محمد رشاد، المقترح ده كان بخصوص ان احنا نعمل مبادرة شبه المبادرة اللي عاملاها دبي، اللي هي فكرة التحدي في القراءة، ان هو اكبر حد بيقرأ اكبر عدد ممكن من الكتب. والحقيقة هي دبي عاملها بطريقة منظمة جدا، يمكن هي بتنظمها السنة دي للسنة الرابعة، فبيقترح ان يكون في تعاون ما بين مكتبة اسكندرية ويعني الوزاره بقى بصفه عامه، او ممكن ما بين حتى دوله دبي في الجزئيه الخاصه دي. كان في مقترح كمان من استاذ الروبي، ممكن هو يقدر يعني يقدمه لان هو استفاد فيه بشكل كبير. ممكن حضرتك تقول المقترح؟ لانه هو يمكن انا يعني مش عايزه اخد من حقه. طب اتفضل يا استاذ محمد لو تحب تقوله، يعني اتفضل. ممكن الميكروفون قدام حضرتك، اتفضل حضرتك. هو كان مقترح طويل شويه الحقيقه، وانا مش حابه ان انا اقصه حقه. يعني مساء الخير. أنا الحقيقة كنت مقدم مشروع ليه أكتر من محور، يعني المحور الأساسي هو أنه لا وجود للثقافة في أي دولة إلا عبر لازم هذه الدولة يبقى عندها سؤال، إحنا عايزين إيه؟ إيه المشروع؟ ده واحد. حاجة تانية، أنا كنت مقدم مشروع بسؤال عن دور المجلس الأعلى للثقافة. مجلس أعلى الثقافة زي ما هو معروف ده كان أنشئ بديلاً عن وزارة الثقافة التي ألغيت في وقت ما، ثم استمر مع عودة وزارة الثقافة. مش بطالب إلغاء المجلس، لكن بقول المجلس الأعلى للثقافة ممكن يقوم بدور فعال جداً إذا اتحقق الآتي: أولاً ألا يكون تابعاً لوزارة الثقافة، يكون تابعاً مباشرةً لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، هو المنوط به وضع الاستراتيجية الثقافية في الآجل وفي العاجل، ولا يكون من بين أعضاء وزير الثقافة باعتباره هو الوزير التنفيذي اللي ممكن يتحاسب على قد إيه عمل من هذه. المحور الثاني هو يتعلق بالنشر. دور أو هيئات النشر الحكومية متعددة الحقيقة بشكل يثير تساؤل. لماذا يعني؟ يعني عندك الهيئة العامة للكتاب، عندك الهيئة العامة لأصول الثقافة، عندك المجلس الأعلى للثقافة بينشر، عندك مركز ترجمة بينشر. أنا كان اقتراحي أن تجمع هذه الهيئات في هيئة واحدة، ولو تكن الهيئة العامة للكتاب، ومن بتنفذ خطة كان قد وضعها مجلس الأعلى للثقافة إذا اتفقنا على الحكاية. المحور الثالث خاص بالفن السينما، وهو أنه لا يمكن في بلد تنتمي بالضرورة إلى الدول النامية أن ترفع الدولة يدها تماماً عن الإنتاج السينمائي، لا يمكن. وبالتالي مش تأمم شركات، عشان بعض الناس بيخافوا من الحكاية دي، لا، لكن هي بتدخل منافس في الإنتاج، وبالتالي منافس في امتلاك دور العرض. مشكلة السينما في مصر أنه بيحتكرها ثلاث شركات يمتلكون الإنتاج والتوزيع ودور العرض في العالم كله. وفي دول الرأسمالية الكبرى بيبقى في قانون اسمه إذا أنتجت وأنت منتج وموزع ومالك دور عرض، مش مسموح لك توزع من أفلامك إلا نسبة محددة، وبالتالي هيبقى السوق سكيله أوسع. وبالتالي أنا كمتفرج لما هنزل حلاقي سي السبكي وحلاقي الروبي وحلاقي سين وحلاقي صاد، فهختار. هو تتغير خريطة الإنتاج في السينما في مصر، ويتغير الذوق اللي احنا طول الوقت بنشتكي منه. مش الحل انك تقول للسبكي ما تنتج. على مستوى المسرح عندنا مشكلة ان مصر بتنتج، ربما الرقم ده ما يعرفوش ناس كتير، لا يقل عن 3000 مسرحية في السنة. تقولوا لي ازاي؟ اقول لك ان انت عندك هيئة عامة أو بيت فني للمسرح، عندك قطاع فنون شعبية بينتج مسرح، عندك هناجر بتنتج مسرح، عندك جامعة بتنتج مسرح، جامعات بقى، عندك هيئة عامة لأصول الثقافة في كل قصر في كل قرية في كل بتنتج مسرح. وبالتالي لما بنقول الأرقام دي بره الناس بتندهش، لأنه الناتج ما بيصلش الموضوعي ما يقولش إن أنت دولة بتنتج 3000 مسرح.
مسرح الحقيقي هابط. طب ايه الحل؟ الحل انه مره اخرى ان الدوله تاخد بالها من ان هذا المسرح مكان وموضوع وفن مهم جدا جدا جدا. طب تعمل قصاده ايه بقى؟ اولا انه حريه الابداع رقم واحد. الحاجه الثانيه انك انا داخل على مهرجان هيتعمل الشهر الجاي بتقيمه الهيئه العربيه للمسرح، هنلاقي للاسف بين اقواس مشكله كبيره جدا، ثلاث ارباع دور العرض المسرحي مقفول. ليه؟ بقرار من الحمايه المدنيه. وانا ياما قلت ان قرارات الحمايه المدنيه لو طبقت بحذافيرها على دار الاوبرا تتقفل الصبح. وبالتالي لازم ناخد بالنا من انه اغلاق دور العرض في مصر يا اما انك تنفذ شروط الحمايه المدنيه وبسرعه وتفتحها، او البديل بقى الناس تعمل حاجات تانية غير المسرح. دي يعني اهم ملامح المشروع. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. وفي كمان كان مقترح من دكتور، انا افضل يا استاذ هبه لو تقول الهيدلاينز لان كده احنا بنعيد انتاج الجلسه، فانا لان في جلسات تانية انا عايز بس الهيدلاينز ويعني قوليها وبعدين بقدم طيب. تقرير مفصل بعد كده. اوكي. هو الحقيقه الدكتور انا ما كنتش حابه بس ان انا ابخسهم حقهم لان هم اتكلموا بتفاصيل يمكن في مشروع زي ما اتكلم ده هيبان في التقرير اللي حضرتك ممكن تديه لهم. طيب. لكن على الاقل دلوقتي العناوين بس. يمكن كان اخر مقترح اللي هو خاص بالاقتصاديات ان احنا نبتدي نحاول نفكر ازاي نوفر موارد ماديه نقدر ان احنا نخدم بيها او يعني فكره الانتاج سواء الانتاج السينمائي او الانتاج الفني بشكل عام. فهي كانت اهم المقترحات المقدمه يعني. يبقى اذا انا اقدر يعني اللجنه نقدر نقول في ثلاث مقترحات مهمين يتقدموا فيه. بالظبط. المقترح الاول يتعلق بالقراءه، ودي امتداد للدعوه اللي كان ذكرها الدكتور علي بالامس. المقترح الثاني بيتعلق بالصناعات الثقافيه، بنتكلم على مساله الانتاج السينمائي والمسرحي. والمساله الثالثه فكره توحيد دور النشر او توحيد الـ 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 الاماكن اللي ممكن اللي بتقوم على الانتاج الفني. شكرا. نشكر الاستاذه هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه، وندعو الدكتوره مي مجيب الاستاذ المساعد في العلوم السياسيه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره. الجلسه كانت حول تجديد الفكر المصري. هي الجلسه الحقيقه كانت دسمه جدا وكانت سريه، كان في مداخلات كتير وآراء طرحت وتم الرد عليها. بدأت الجلسة الأول بمحاولة لضبط المفاهيم فيما يتعلق بالمفهوم بالخطاب الديني، رغم أن احنا بنتكلم على الفكر المصري. بدأت بالتعريف بالخطاب الديني والتمييز بينه وبين الخطاب الدعوي، لأنه المقصود في تجديد الخطاب الديني هو تجديد الخطاب الدعوي وليس تجديد الدين في حد ذاته. برضو ضبط مفهوم حوض البحر المتوسط على اعتبار ان هو رافد من روافد الفكر المصري. استاذ احمد الجمال طلب انه نركز برضو على البحر الاحمر على اعتبار ان هو احد روافد الفكر المصري، وانه معظم الغزوات اللي جت لمصر جت من الشرق، فهو رافد من روافد الفكر والثقافة المصرية. فكرة تانية طرحت أو ضبط آخر للمفاهيم من الشيخ أحمد تركي فيما يتعلق برفضه للخلط بين التعليم الديني والتعليم المتطرف، وقال إن التعليم الديني ده شيء إنما التعليم المتطرف شيء آخر، ولا يمكن أن ندرج التطرف ضمن أو داخل رواق الأزهر. أستاذة إيمان رسلان قالت إنه الأزمة الأساسية اللي بتواجه الثقافة في مصر وتجديد الفكر المصري هي الفجوة الرهيبة الموجودة في الأجيال المصرية. دكتور ناجح إبراهيم الحقيقة كان بيستنكر الحملة الضارية التي شنت على الأزهر الشريف في جلسة الأمس والمعاهد الدينية، وقال إنه معظم المتورطين على حد تعبيره، طبعا ما انا قلت هو اللي قال كده، ان معظم المتورطين في احداث العنف والتطرف هم من كليات مدنيه وليسوا من الازهر الشريف، و يعني استشهد في ذلك بطه حسين والعقاد وان هم ليهم خلفيه ازهريه. دكتور كمال بريقع برضو قال انه من يعني
من الافكار اللي هو طرحها انه طبعا كويس قوي ان احنا نعمل ريفيو عن كتاب بثقل كتاب مستقبل الثقافه في مصر، لكن في نفس الوقت لازم كاتب الكتاب افكاره تتعرض للنقد، وبالتالي طه حسين ليس كبيرا على النقد، وفي افكار كتير جدا ممكن مراجعتها في هذا الكتاب. وبيقول انه طبعا كلمه الحضاره او لفظ الحضاره على اعتبار انه الدين جزء ورافد اساسي من روافد الحضاره، وبيقول انه الحضاره الغربيه رافد اساسي فيها الديانه المسيحيه، ونفس الشيء بينطبق على الحضاره الشرقيه. دكتور احمد صقر عاشور اتكلم ان انصلاح المجتمع فكريا وثقافيا ينصلح باوضاع النخبه الثقافيه، والنخبه الثقافيه دي لن تنصلح الا او في ظل وجود ما يعني نواجهه الان من ضعف للمجتمع المدني في مصر، لانه المجتمع المدني بيعاني ضعف شديد جدا. واثنى على نفس الفكره دكتور حافظ ابو سعده وقال ان البنيه التشريعيه للمجتمع المدني بنيه ضعيفه جدا، والمجتمع المدني في ظل هذا الضعف لن نستطيع ان نتحدث بجديه عن تجديد للفكر والثقافه المصريه. دكتور محمد رفيق خليل اتكلم عن برضو فكرة ضبط المفاهيم فيما يتعلق بالمجتمع المتدين، وهو بيرفض فكرة ان احنا نقول انه مجتمع متدين، لانه نسب التحرش والاطلاع على والاغتصاب ومشاهدة الافلام الاباحية نسبها عالية جدا في المجتمع المصري مقارنة بالمجتمعات الاخرى. برضو فكرة البحر المتوسط أو ثقافة البحر المتوسط بيقول بتشمل أيضا جنوب المتوسط بما يشمله من بلاد الشام والمغرب العربي وما إلى ذلك. واتكلم عن ثقافة المستقبل شوية باستفاضة زي ما اتكلم عليها أشار ليها في جلسة الأمس، وقال إن ليها ثلاث دعائم أساسية هي العلم والتفكير العلمي، الديمقراطية كثقافة وليس فقط كصندوق، وفكرة المنظومة الأخلاقية وتطوير والتركيز على القيم والأخلاق. وكل ده مش هيتم التركيز عليه أو تطويره إلا من خلال كلو أو أبروتش التعليم، اقتراب التعليم. السفير محمد بدر الدين اتكلم عن المنهج العقلي والعلمي في التعامل مع تجديد الفكر المصري، وركز على فكرة التوجه المتوسطي عند طه حسين، وقال أن طه حسين نفسه راجع هذا التوجه في كتاباته بعد كتاب مستقبل الثقافة في مصر. أستاذة رابحة كلمت عن أنه فكرة أن التعددية هي سنة الخلق، ولا يمكن أبداً أن احنا نخلق مجتمع متجانس يعني موحد ثقافياً، لكن ممكن نخلق مجتمع متجانس فكرياً وثقافياً، لأن فكرة التوحد دي أو أحادية التفكير غير موجودة في أي مجتمع، والتعددية هي سنة الخلق، فالهدف هو توليد أرضية مشتركة بين كل الروافد والأفكار المختلفة، وهذا لن يتأتى إلا بحرية الإبداع وتوفير مناخ جيد من الحريات. طبعا يعني آخر المداخلات، طبعا في حاجات كتير اتكررت مش هقدر أطرحها. في برضو كانت تفرقة بين أستاذ حسين سليمان بين ثلاث مصطلحات أساسية، التنوير والتجديد والإصلاح، وأشار إلى أنه من ألف سنة مناخ كان أكثر حرية في تناول العديد من الأفكار عن الوضع الحالي، فبرضو وصل لنفس فكرة توفير مناخ من الحريات. ختام المداخلات كان من دكتور علي الدين هلال، وهو قال أنه إن إحنا في وضع حالي مجتمعي صعب لا يتحمل المهاترات أو خلق انقسامات جديدة، وبالتالي يجب أن نأخذ من كل طيار فكري في بلادنا ما يدعم التقدم لتجديد الفكر المصري بروافده المختلفة. شكرا دكتورة مي. اتفضل دكتور. اتفضل الدكتور فتح معنا، هو كان رئيس الجلسة، في ميكروفون وقال لسه اجيب لحضرتك، في ميكروفون جاي لحضرتك. شكرا دكتورة مي على هذا العرض المتميز، لكن الخلاصة أننا نريد عقد مؤتمرات تحمل العناوين الاتيه، يعني الكونكلوجن، يعني الخطاب الدعوي خلاص، يعني الكلام عن الخطاب الدعوي زي ما الاستاذ احمد الجمال قال منتهي منه، يعني مكتبه الاسكندريه تنظم مؤتمرا عنوانه المجتمع المدني في مصر ودوره في التنميه، لان دي مهمه جدا. المؤتمر الثاني ثقافه المستقبل والتقدم في مصر،
المؤتمر الثالث الأمية في مصر. لا أقول التعليم، التعليم ربما احنا ذكرنا أنه سيكون محور من محاور المستقبل، التعليم في مصر، لكن أركز على الأمية التي تصل نسبتها إلى حوالي 40% من المجتمع المصري. الثالث اللي يليه محفزات القراءة، اللي هي كنا احنا اتفقنا مع اللجنة السابقة بأن القراءة عنصر هام من عناصر التقدم. آخر موضوع وده موضوع مهم جدا وأشكر الدكتور علي الدين هلال عليه، وهي مخزون التطرف. لابد أن نواجه التطرف عن طريق مكتبة الإسكندرية ونتكلم فيه التطرف في مصر أبعاده وملامحه ودوره في المستقبل. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة. وننتقل إلى الجلسة الثالثة، كانت حول محنة اللغة العربية. كان رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور وائل فاروق، وتتولى المقرر كانت الدكتورة جهاد محمود. فتفضل حضرتك لعرض الخلاصة. صباح الخير. هو طبعا العنوان الجلسة كانت محنة اللغة العربية، رغم ان كان عدد الافراد الموجودين في الجلسة محدود، الا انه يعني كان نوع من انواع الحوار طلعنا منه بعدة توصيات. بدأت الجلسة بمقدمة للدكتور وائل فاروق تحدث فيها عن اشكاليات أو محنة اللغة العربية، ثم حول لفظ محنة اللغة العربية إلى تحديات اللغة العربية، وهي تحديات تخص المتخصص وغير المتخصص. ثم تطرق دكتور صلاح فضل إلى عبارة ما، وهي تتمثل بأن المشكلة ليست في اللغة العربية، وإنما الإشكالية في الثقافة التي يتم ممارسة استخدام اللغة العربية فيها. من هذا المنطلق كان السؤال الذي طرحته على المتحاورين في هذه الجلسة: لماذا محنة اللغة العربية من وجهة نظر كل متحاور في هذه الجلسة؟ فبدأ كل متحدث بمداخلة ما يشرح فيها أسباب محنة اللغة العربية من وجهة نظره، سواء متخصص أو غير متخصص، ويطرح الحل لهذه الإشكاليات التي خرجنا منها بعدة توصيات. أبدأ بالدكتور أحمد يوسف بأنه تحدث عن بعض الأسباب الكثيرة عن تحديات اللغة العربية، وتحدث على أن هناك مشكلة في اللغة العامية عندما تكون معوق بين في التعامل بين أبناء الوطن الواحد والميراث الاستعماري، ويعني لغة التكنولوجيا ولغة العلم، ولا يوجد حساسية من لغة العلم، وإنما الحساسية في لغة التكنولوجيا على وجه التحديد. طبعا تحدثنا باستفاضة عن أن أزمة التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي كانت جزء من أزمة محنة اللغة العربية، سواء في مصر أو لغة الإعلام. لابد أن يوجد حل. الحل الذي وصل إليه الدكتور أحمد أو اقترحه أنه لابد أن نوحد التعليم على الأقل، أن يتم تدريس اللغة العربية بشكل جيد في مرحلة التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ومن الممكن أن يلعب الفن دورا أساسيا في تعليم اللغة العربية واللغة الفصحى على وجه التحديد، وضرب مثالا بهذا. ثم تطرق دكتور حسين محمود إلى أزمة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذه أزمة تخصني أنا على وجه التحديد في كلية الألسن، وهي أزمة تهميش أو هجر اللغة العربية واستخدام اللغة اللغات الأجنبية بديلا عن العربية، وهذه بتمثل أزمة لأنه المتحدثون باللغة العربية لا يجيدون استخدام اللغة القياسية أو اللغة الفصحى، ولا يجيدون اللغة الأجنبية، فبالتالي وقفوا في مرحلة وسطى بين هذا وذاك. وكان الحل المقترح لهذا يعني تحسين من أداء المدرس سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي. ثم تترقى دكتور صلاح فضل بعدة توصيات، منها مطالبة الهيئات الرسمية المعنية بتدريس اللغة العربية باستخدام طرق حديثة من أجل تطوير اللغة العربية في فروع الصوتيات والنحو والصرف، ورصد بعض الميزانيات الكافية للأبحاث العلمية، وتيسير استخدام طرق حديثة لتدريس اللغة العربية.
ثم أستاذ سمير عمر أكد على دعوة المجلس الأعلى للجامعات أن يشدد المجلس الأعلى للإعلام عفواً أن يشدد على تدريب وتأهيل العاملين في وسائل الإعلام بأن يخضعوا لبعض الاختبارات القاسية من أجل يعني التجديد على إجادتهم للغة العربية أو اللغة الفصحى على وجه التحديد. ولابد أن ندعو المجتمع الذي نعيش فيه أن يتحدث كل يوم ساعة باللغة العربية الفصحى بدون استخدام بعض المصطلحات الأجنبية وخاصة في لغة التواصل الاجتماعي. ومن الممكن أن تتبنى الجامعة العربية يوم من أجل اللغة العربية. وأستاذة فريدة سليمان يعني وصلت إلى يعني توصية تأهيل الأساتذة من أجل التدريس في الجامعات، وباحثة ليبية شددت على ملحوظة مهمة جدا وهي تأهيل ليس فقط الذين يدرسون العربية في الجامعات المصرية وإنما كل أعضاء التدريس من معيد إلى مدرس إلى أستاذ مساعد إلى بعض الاختبارات الخاصة بإتقان اللغة العربية واختبارات خاصة بالذكاء. ومن الممكن أن يكون التخصص غير اللغة العربية، يعني على سبيل المثال أستاذ في أي لغة أجنبية، وإنما يشترط أن يجيد اللغة العربية لأنها الأساس، ولا يمكن أن يعني يكون مترجما بدون أن يجيد اللغة الأم ويكون لديه القدرة الكافية للتحدث بها. يعني توصيات متعددة منها خاصة بأشياء رسمية في مصر سواء المجلس الأعلى للجامعات أو غيره. دكتور وائل فاروق يعني عمل على التحفيز على طرق حديثة يعني استخدام طرق حديثة للغة العربية بأنه دعا دعوة مهمة جدا بأنه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مصر والدول العربية تخصص سنويا بعض الجوائز للشعر أو للرواية أو المسرح، فاقترح أن يكون هناك جائزة بنفس القدر المالي وبنفس هذه الميزانية من أجل أن نضعها تحت يعني من يدعمون اللغة العربية من أجل تحديث وسائل استخدام الطرق الحديثة من أجل تدريس اللغة العربية. يعني هذه توصيات من قادر على أن يحققها على المستوى الشخصي، ومن هذه التوصيات من يستدعي بعض المؤسسات الحكومية المعنية حتى تقوم بتفعيل هذه التوصيات، وعلى رأسها مكتبة الإسكندرية طبعا. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة جهاد على هذا العرض الجيد، وننتقل إلى مجموعة من المداخلات الختامية قبل أن يتحدث الدكتور خالد عزب حول بعض الأفكار التي يمكن بلورتها في خلاصات لهذا الاجتماع. هناك كلمة مؤجلة من الأمس لنيافة الأنبا أرمية، كان المفروض أن يكون متحدثا بالأمس، ولكن يعني شرفنا النهاردة صباحا، هو رئيس المركز الثقافي القبطي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مساء الخير جميعا. أولا أنا أعتذر لعدم وجودي أمس، لأن إحنا كان عندنا الاحتفال بالعيد 125 لإعادة تأسيس الكلية الإكليركية اللي هي تعتبر امتداد لمدرسة الإسكندرية اللي كانت موجودة في الخمس قرون الأولى، فكان أيضا احتفال مرتبط بمكتبة الإسكندرية. أولا في سؤال تقدم، كيف نخلق حوافز للقراءة وخاصة أن هذا الجيل من الشباب لا يقرأ ويحتاج إلى معلومات بسيطة وسريعة ومركزة، فنحتاج إلى تطبيق أبليكيشن معين يقدم فيه خلاصة وأمهات الكتب بمعلومات يستطيع الشباب أن يتأثروا بها، إن كان قول أو يتعمل لها فيديو عشان الشباب يستطيعوا يتناقلوه في السوشيال ميديا، ودي هتبقى المسؤولية بتاعة المثقفين، ومحدش يقدر يعملها غير مكتبة اسكندرية وزارة الثقافة. الحاجة التانية، دائما الفكر لا يقاوم إلا بالفكر، والقاعدة بتقول امحوا الذنب بالتعليم، فنوجد أي خطأ في أي مجتمع
لازم في فكر آخر يقاومه ويتناقش معاه ويبتدي بالطريقة دي نقدر نغير الناس الموجودة. هنحتاج في المناهج بتاعتنا أن نضع تاريخ مصر ونؤسس من أجل الانتماء في جميع المدارس، إن كانت مدارس دينية أو مدارس حكومية أو مدارس أجنبية. أيضا نطالب وننادي بإعادة تحية العلم في جميع المدارس دون استثناء، إن أنا شايف في مدارس تم إلغاء فيها تحية العلم. أما بالنسبة لدولة القانون اللي هي تحترم حرية الرأي والتعبير ولا يوجد فيها تمييز ولا كراهية، طبعا ما قاله الدكتور علي الدين في مخزون التطرف الكامل الموجود في بعض المجتمعات أو داخل قطاع واسع له ردود كثيرة، لكن أنا أستطيع أن أقول يجب أن نعود إلى دستور المدينة الذي كان فعله الرسول مع غير المسلمين. أيضا نتذكر ما فعله مع نصارى نجران حينما جاء موعد الصلاة فدعاهم إلى الصلاة في الجامع، ونتذكر معاهدة عمر، ونبدأ في تأسيس جيل معتدل يتأثر بهذا الفكر كي نستطيع أن نصلح الخطاب الديني. الخطاب الديني اللي احنا عايزينه هيقوم على القيم والأخلاق والقواسم المشتركة ومعرفة الآخر. أما إذا أردنا أن نقاوم العمليات الإرهابية فليس المنفذ هو المخطئ. أنا بعتبر المنفذ هو الضحية، شخص ضعيف سهل التحكم فيه. اللي بيخطط وبيفكر هو اللي بيلعب بهؤلاء الناس. فلازم نرى من هم المخططون، من هم المدبرون، لنستطيع أن نحاورهم ونسيطر على أفكارهم. في النهاية أريد أن أقول للجميع، بدلا من أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة. أنا بطلب منكم كمثقفين ومفكرين بتحبوا هذه البلد وعشتم فيها وتعلمتم فيها، أطلب منكم يد المساعدة ويد المعونة. هتقولي ليه؟ أنا امبارح ما حضرتش لكن سمعت النهاردة في اللقاء ما تم من هجوم على الأزهر، ووصف الأزهر والكنيسة بالضعف، ونتيجة هذا الضعف القيم ذهبت. وأنا أقول لكم أطلب من مكتبة اسكندرية أن تتبنى هذه الفكرة عشان نستطيع أن نغير الفكر ونغير الثقافة ونطور هذه البلد التي كانت مثالا يحتذى به في العالم أجمع. وكنا سابقين كل البلاد في سنة 71 في التعليم، وبدينا ننحدر إلى بقينا في المرحلة قبل الأخيرة أو أيا كان موضوعنا إيه. أنا هنقل لكم خبرة عملناها ببيت العيلة المصرية ولم تكتمل، ودي تحتاج إلى تضافر كل المثقفين وكل القوى الموجودة في الدولة. في لجنة اسمها خطاب الديني من لجان بيت العيلة، وأنا مش هتكلم كيف تأسس بيت العيلة وما هي مساوئه ومضاره، لأن احنا عملنا، مش أقدر أقولك إنه عمل كامل، لأ احنا لم يكتمل بعد، ونجد مقاومات ومحاربات من الصعب ذكرها في هذا الموضوع. جمعنا في على مدار 3 سنين 35 أسيس و 35 شيخ، ونجيبهم لمدة سنة نديهم دورات، وناخدهم مع بعض يزوروا كنيسة، يزوروا جامع، يقابلوا قداسة البابا، يقابلوا فضيلة الإمام، يقابلوا المفتي، يقابلوا بابا بطرك الكاثوليك، يتزوروا معا. فاستطعنا أن نخلق جو جديد من روح التعارف على الآخر بين الشيوخ والأسس، وعملنا الكلام ده في خدناه من قرى ومن مراكز ملتهبة. اكتشفنا أن الأسيس لا يتعامل مع الشيخ، والشيخ لا يتعامل مع الأسيس، وأكثر من كده الشيخ ما يمشيش من الشارع اللي فيه الكنيسة، والأسيس ما يمشيش من الشارع اللي فيه الجامع. فتتوقعوا كم تكون النتيجة في هذا الفكر في قرى مصر اللي عددها فوق 4000 قرية. طبعا أنا مش أقدر أقول وزارة الثقافة تعمل كده، ولا نقدر نحمل مؤسسة في الدولة حاجة معينة، لكن ده لازم يتكاتف كل المثقفين
عشان نستطيع أن نفعل هذا الكلام. إحنا عملنا الكلام ده لمدار 3 سنين، طلعنا حوالي 300 شيخ وأسيس، يعني 150 و150، لكن طبعا إحنا عندنا ألاف مؤلفة من الشيوخ ومن القساوسة. نحتاج إلى تغيير هذا الفكر، كيف تعرف الآخر وتتعامل معه. إن نجحنا في هذا أعتقد هنستعيد البريق اللي كان موجود عليه المؤسسات الدينية أيا كانت، ونستعيد القيم التي فقدت في هذا الزمن، لأن هو بيقول من دماغه اللي هو حافظه، لكن لما بيلاقي حاجة تانية جديدة عليه وبيتعامل بفكر جديد بيبتدي يعيد نفسه، بيبتدي يصلح نفسه قدام الناس الموجودة. أنا بقول هذه الخبرة وبطلب مساعدتكم جميعا فيها، لو كنتوا أنتم بتحبوا هذا البلد اللي أنتم خايفين عليه. وأشكركم جميعا. شكرا يا فتلان بارمية. احنا كمكتبة قمنا بجهد محدود في هذا السياق، وكان شريك معانا الشيخ احمد تركي، ولها وفي خبرة جيدة جدا لمسألة الحوار دي عقدت على نطاق صغير. انا لو اسمحوا لي عشان اكمل الخيط وهرجع لحضرتك اكمل الخيط، انا عايز اطلب من فضيلة الشيخ احمد تركي ان هو يكلمنا عن خبرة التدريب وتعاونه كانت مع مكتبة اسكندرية في هذا الإطار، والنتائج التي تمخضت عنها هذه التجربة. اتفضل مولانا، اتفضل يا اسمح محمد، اتفضل يا فندم. انا بس لان بدأ في تعبير ينتشر فيما بيننا، واخشى نوع يكبر زي كرة التلج ونبقى اتوصلنا. انا عارف تعبير ده. لم يحدث في جلسات الأمس ولا في هذه الجلسة ولا في جلسات اليوم أن تم اتهام الأزهر ولا الكنيسة بشيء، على العكس إطلاق. أنا ليه بحذر من الحكاية دي؟ لأن أنا خايف في كل الناس تقعد تكبر تقول لك مثقفين في مكتبة الإسكندرية. لا، الحديث كان محدد جدا عن خطاب بعينه، ولا اتهام الأزهر ولا اتهام الكنيسة. شكرا شكرا أستاذ محمد على هذا التوضيح. الشيخ احمد تركي بالمناسبه يعني لا ازيع سرا هو انتقل الى مجمع البحوث الاسلامي في موقع متميز، فنحن بنهنيه ونحن واثقين ان يعني فكره المستنير وجهده هيعمل فرق في هذا السياق. يعني شكرا فندم، ربنا يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لاساتذتنا اللي استفدنا منهم كثيرا بالامس. والحقيقه احنا لابد ان نفرق ما بين مفهوم المعضلة ومفهوم المشكلة ومفهوم الأزمة. البعض الحقيقة تعامل مع بعض المعضلات الموجودة في المؤسسات الدينية على أنها مصائب وكارثية، وحملها مطلقا على أنها مسؤولة عن التطرف والإرهاب، وده الحقيقة محتاج مراجعة في طريقة التناول في الملف الديني تحديدا. خطاب الديني يا سادة، وخلينا أستخدم مصطلح صديقي العزيز الأستاذ أحمد الجمال، الخطاب الدعوي ليس كله محض دين، إنما هو خطاب ثقافي فيه نصوص دينية. وده الحقيقة عبر عنه صديق العزيز نيافة الأنبا، وأنا طبعا كل ما قاله أنا موافق عليه تماما وأؤيده في ذلك، أن تكوين رجل الدين ثقافة في الأصل تحمل نصوصا دينية. هذه النصوص الدينية لو أن الثقافة عفنة، يبقى النص ده هو نفس النص اللي هنستخدمه في التنوير، هنستخدمه في التطرف. أما لو كانت الثقافة والخلفية متسامحة وتنويرية، نفس النص هنستخدمه في التنوير. أنا دائما أقول أن الدين عامل زي بر بالضبط ماء المطر، بينزل لا يختار الأرض اللي بتنزل عليه، بينزل على الأرض إذا كانت فيها شوك فبينبت الشوك، إذا كان فيها زراعات إحنا بنحتاجها وبالتالي لابد أن نزرع للدين من أجل أن ينبت ما نريد. الحقيقة الصديق العزيز الدكتور سامح والدكتور خالد بشكرهم شكرا جزيلا على التعاون في الفترة الفائتة. أنا كنت مسؤول عن تدريب الأئمة في مصر ولمست هذه القصة، هذه القضية. وبالتالي تدريب الأئمة بيختلف عن تكوين الإمام. تكوين الإمام هو بيتم في الأزهر الشريف، أما تدريب
عملية التدريب غير عملية التعليم. فوجدت أني البعد الثقافي والبعد الوطني غائب إلى حد ما عن من يؤدون هذه الرسالة الدينية. فعملنا حاجة في منتهى الأهمية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وإحنا بنشكرهم الحقيقة، إن إحنا بدلنا ندرس لهم الأمن القومي. يعني إيه مشكلات الأمن القومي؟ يعني إيه التحديات اللي موجودة في مصر حاليا؟ إيه يعني حدود ملتهبة بالنسبة لمصر على حدودنا الشرقية وحدودنا الغربية وحدودنا الجنوبية؟ النص اللي بيستخدم في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله هو نفس النص، بس انت هتستفيد منه ان العدو مين، مين العدو ومين احنا ومين البلد وهكذا. الحقيقة هذه التجربة ثبت لديها، واحنا عملنا متابعة للسادة الأئمة دول، وخاصة في المحافظات الحدودية في شمال سيناء وفي بطروح وفي جنوب سيناء وأسوان والنوبة وغير ذلك، لقينا أن الخطابات اختلفت. وبدل أنا ما بقول له الخطاب الديني خطبة الجمعة، أنا بقيت له بيحدث نفسه من تلقاء نفسه، لأن فيه بعد ثقافي دخل. الرافد الآخر الحقيقة كان فيه تعاون مع مكتبة الإسكندرية، وتم استضافة حوالي 60 من أئمة المساجد في المحافظات الحدودية، وأنا اخترتهم بعناية من المحافظات الحدودية. جينا هنا قعدنا تقريبا حوالي 3 أيام لأول مرة يعرفوا عن تاريخ مصر. لأول مرة احنا عملنا محاضرة مهمة جدا، أول مرة تحصل في تاريخ الخطاب الديني، اللي هو الخطاب الديني والعلوم المستقبلية. لأن برضو إشكالية مهمة جدا أن الخطاب الديني هو مرتبط أيضا بالثقافة التي نعيشها. احنا كان زمان في 2000 و2001 كان فيه الإخوة السلفيين، ما زعلوش مني، مش عارف هم موجودين ولا لا. نبا الإخوة السلفيين كانوا محرمين الكاميرا، فكرة الكاميرا كانت متحرمة. ها محدش يقول لي بعد الأزهر كان محرمها، ما هو دي بقى الإشكالية. انت لما تلاقي النهاردة في مسألة انت بتعاني منها يقول لك عم ما هو كله بتاع دين وخلاص. يبقى الأزهر اللي كان بيه مشكلة. بالمناسبة الشيخ بخيت المطيع له كتاب في بدايات القرن العشرين عن تحليل التصوير الفوتوغرافي، ثم الدكتور محمد علي السايس من كلية أصول الدين أصدر كتابا ودراسة مطولة كانت ضد فتوى عبد العزيز بن باز، بيقول فيها أن تحريم الكاميرا هو تحريم للتحديث والعلم والمعرفة. ده الشيخ محمد علي يعني السايس. فإحنا النهاردة في موضوع الكاميرا ده، قصة الكاميرا ده نموذج بسيط حسدين اللي بيه علشان موضوع العلوم المستقبلية. ان في 2001 كان في تحريم للكاميرات، كما رحت اوروبا في الدنمارك تحديدا لقيت ان حتى السلفيين هناك بيستخدموا الكاميرات. يعني السلفي اللي هناك في اوروبا بيستخدم الكاميرا، السلفي اللي هنا بيحرم الكاميرا. الشاهد ان ايه، ان الخطاب الديني مرتبط ايضا بالثقافة، مرتبط ايضا بالثقافة. فمن المهم جدا ان احنا نتدارس العلوم المستقبلية. وانا الحقيقة حضرت لقاءات مع الدكتور سراج الدين، ربنا يديه الصحة والعافية، واتكلم كان مهتم جدا بهذا الجانب، العلوم المستقبلية والثقافة، العلوم المستقبلية والخطاب الديني، العلوم المستقبلية ومداخل الشباب الفكرية. وده البعد الثالث الحقيقة اللي هتكلم فيه، واسمحوا لي ان انا دقيقة واحدة عنه كلمتي، ان المداخل الشباب يا جماعة ما تفهمش الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا ما كنت مسؤول ملف الشباب مع التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كنت بتعمد انا وزملائي نقعد مثلا في 500 شاب او 600 شاب، ما كناش نتكلم، نوزع عليهم ورق فاضي اكتب يا ابني كل الاسئلة اللي بتاعنا عندك الدينية في ورقة، واكتب سنك ومنطقتك وبس. فجمعنا 10,000 عينة، هي موجودة عندي. العشر تلاف عينة الحقيقة كنت عايز أعرف الخريطة الفكرية الدينية بالنسبة للشباب من سن 13 سنة لحد 28 سنة. وجدنا إن احتياجات الشباب الروحية والدينية والثقافية مختلفة تماماً، ومداخلهم مختلفة تماماً عن خطابنا إحنا
وبالتالي خلينا نعترف ان احنا اللي محتاجين تحديث. خلينا نعترف ان احنا محتاجين تحديث، لان الشباب مش هيحدث نفسه علشان يسمعنا او يفهمنا. قضية مثلا قضية القضاء والقدر، انا هطلع اقول القضاء والقدر قال الله وقال الرسول لا، ده في بعد فلسفة، وده خلاني الحقيقة ارجع تاني ادرس الفلسفة من جديد. هو فيه اذا لابد اذا ان احنا نراعي المداخل الفكرية الشباب، وايضا المداخل الثقافية للشباب. الشباب مش عايزين رسائل فيها تطويل. الشباب النهاردة شباب الصورة، وزي ما أشار أستاذنا الدكتور علي الدين هلال بالأمس، قال إن الخطاب سماعي. أدي الشباب النهاردة وهم شباب سماعيين، نعمل إيه؟ فإذا كنا عايزين نغير الثقافة النهاردة وبنتكلم عن الثقافة المصرية في المستقبل، إذا لابد أن نضع ذلك في الاعتبار. الشباب النهاردة لا يريد الخطاب من علي إلى أسفل، الخطاب الأبوي اللي من فوق ينفعش. وده خلانا برضو ان احنا نعمل دورات تدريبية عندنا، ندرب المشايخ ان هم يتنازلوا شوية، ما يحسوش انهم على المنبر، وان الخطاب بتاعهم ما يكونش خطاب الى حد ما، انما يكون خطاب من صديق الى صديق او من صاحب الى صاحب. اذا لابد من مراعاة المداخل الفكرية للشباب. دي ثلاث نقاط الحقيقة اللي كنت عايز اتكلم فيهم. شكرا يا فندم. شكرا فضيلة الشيخ احمد طور. انا بس هفتح، ما حركة هتاخد أكثر من نص دقيقة بس إيه اديني وقت. أنا بس هفتح باب النقاش لعدد من المداخلات محدودة، وياريت تبقى مداخلات مركزة أرجوكم عشان اعتبارات الوقت. هبدأ بالأستاذ أشرف راضي. شكرا يا دكتور سامح. أنا في الحقيقة بقالي كم جلسة في مكتبة اسكندرية، وأخر تعليقاتي للجلسة الختامية علشان أكون قدرت ألم بمعظم النقاط اللي أنا عايز أتكلم فيها. اولا يعني انا بوجه تحيه للشيخ احمد ترك على المنهج اللي اشتغل بيه، فكره ان انا ابدا بدراسه ما اريد ان اتواصل معه، ما اخشلوش بخطاب جاهز. دي فكره مهمه جدا. امبارح الدكتور علي الدين هلال طرح تعريفين للثقافه، وانحاز لتعريف على تعريف اخر، وانا رايي دي مشكله كبيره في ازمه المصطلح. لو احنا بنتكلم يعني في هذه الندوه المهمه جدا، كان من المهم ان نناقش ازمتنا الثقافيه في ضوء قضيه الفجوه المعرفيه. احنا عندنا فجوه معرفيه. لما نقارن حركه العلم والمعرفه في العالم الان بما هو متحصل لدينا، عندنا فجوه معرفيه. طيب، التعريفين اللي طرحهم الدكتور علي الدين هلال: الثقافة كطريقة حياة للمجتمعات، ده تعريف صحيح. والثقافة أيضا كفعل مقصود من نخبة تشتغل أو تعمل في الفكر. كيف نربط بين هذين التعريفين ولا نفصل بينهما؟ احنا علينا ان احنا ندرس واقعنا الثقافي المصري دراسة معمقة جدا علشان نقدر نحط استراتيجية لتطوير هذا الواقع الثقافي. النقطة الأخيرة اللي أنا هتكلم فيها هي قضية، وإحنا بنتكلم على قضية بقى الثقافة في علاقتها بالحرية، وفي مفهوم مهم لازم يبقى في ذهننا وإحنا بنتكلم علشان الخطاب بتاع خلينا نركز على المشتركات ونعمل خطاب ثقافي، لا، دي أزمة مصر الحقيقية من العشرينات والثلاثينات، أن هناك صراعا ثقافيا حسم لصالح ثقافة بذاتها، وهمشت يعني المشتركات الثقافية الخاصة بالأمة المصرية. إحنا عندنا من العشرينات والثلاثينات انحياز واضح جدا للثقافة العربية على حساب الهوية المصرية وعلى حساب الأبعاد الأخرى للهويات المصرية. امبارح بدأنا بكتاب الدكتور طه حسين دون أن نشتبك اشتباكا حقيقيا مع الفكرة الأساسية في هذا الكتاب المتعلقة بالوجهة التي يتعين على مصر أن تتجه إليها مستقبلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور مصعب. العميق لحضراتكم جميعا.
انا هستأذن نيافة الإنبا أرمية ان احنا نلقي الضوء على بيت العائلة، وانا فخور ان انا مسؤول في لجنة شباب بيت العائلة. يعني وعندنا باختصار ارجوك يعني. نعم باختصار يعني. حاضر. وهذا يعني نوع من رائع من يعني ابتكار المصري لابد ان يسجل ماذا نقوم به. فبطالب يعني اخواتي احباء في مكتبة الإسكندرية ان احنا نكون في تواصل وتواكب مع هذا يعني نقدر نقول الفكر الرائع الذي يؤكد على النسيج الوطن الواحد بل السبيكة المصرية الواحدة. الحاجة الثانية ان في ضوء الكلام الرائع اللي تعمل دلوقتي كنا في مكتبة الإسكندرية وانتم هتعرفوا من عدة سنوات كان في لجنة للشباب وعدة لجان، فأرجو ان يعاد صياغة هذه اللجان مرة اخرى، وعشان الشباب هم الذين سيقومون زي ما قال أساتذتي بدراسة الواقع. وأنا يمكن بالأمس قلت ماذا يريد المجتمع من الشباب وماذا يريد الشباب من المجتمع. أرجو أن يكون هذا متمثلا في قضية تنفيذية. إحنا كل الكلام الرائع اللي تعمل امبارح والنهاردة أرجو نخرج ببرنامج تنفيذي في هذا الموضوع. آخر حاجة بقى تتعلق لا بديل عن العلم. هل نحن عندنا دراسات علمية واقعية تدرس قضايا المجتمع؟ أنا لا أحمل مكتبة اسكندرية أكثر مما تحتمل، ولكن ممكن تكون دعوة مخلصة لكل الباحثين العلميين في العلوم الاجتماعية وفي كافة العلوم المعرفة أن احنا ندرس واقع مصر. فأرجو أن يكون هناك آلية لهذا، وهذا أمر ليس عسير ومن ممكن أن نتعاون فيه. شكرا جزيلا. دكتور كمال بريع. يعني هو بس بخصوص قضية تجديد الخطاب الديني، أنا أعتقد أن هي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بقضية مكافحة التطرف، والأزهر في الفترة الأخيرة بيبذل خطوات كبيرة جدا ربما يمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلمها على مستوى تحديث المناهج وتنقيحها، وأنه أنشأ مرصد لمكافحة التطرف في عام 2015 بيقوم بدور كبير جدا لدرجة أن في مراكز عالمية بتتطلع لعقد اتفاقيات معاه. وإحنا بندرس الاتفاقيات دي زي مركز توني بلير لمكافحة التطرف، زي مركز الملك عبدالله، مراكز كثيرة جدا على مستوى العالم مرموقة ومعروفة، الآن أصبحت تعلن عن رغبتها وعن حاجتها في أنها تتعاون. ليه؟ لأنه الإطار الأيديولوجي الموازي اللي بينتجه المرصد ده واللي هو مش موجود وهم ما يقدروش يوجدوه، مش موجود غير في الأزهر بس، هم محتاجينه. يعني إحنا مثلا مراحل العمل بتتم مثلا على 3 مراحل، الأول متابعة ورصد كل ما تبث الجماعات الإرهابية من أفكار متطرفة، ودي مرحلة إحنا بنسميها مرحلة الرصد. المرحلة الثانية بتقوم على تحليل المحتوى المتطرف، تحليل اللي هو الكونتنت أناليسيز، يتم تحليله بشكل كامل والبحث عن نقاط التطرف اللي موجودة فيه والقضايا المخالفة للإسلام والقضايا الفكر المنحرف اللي موجود فيها. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الرد وإحالة القضايا اللي موجودة دي للجان شرعية متخصصة، وكلهم أساتذة كبار في تخصصاتهم سواء كان في التفسير في الحديث في العقيدة سواء كان في الفكر الإسلامي أو في التاريخ، كل بحسب تخصصه يقوم بالرد على هذه الأطروحات. ومن القضايا الكثيرة جدا احنا يعني مثلا أدي حضراتكم أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا قضية الخلافة، قضية الحاكمية، قضية التكفير، قضية الولاء والبراء، قضية الاستعلاء، قضية التمكين بعد الاستضعاف، قضايا كثيرة جدا هم بيقنعوا الشباب بيها وبيستدرجوهم وبيستقطبوهم. وطبعا في مشاكل تقليدية موجودة في كل المجتمعات زي مشكلة البطالة، مشكلة عجز الشباب عن إيجاد فرص عمل واستغلال ضعف الشباب واستغلال احتياجهم. طبعا في شباب انضم من المجتمعات الأوروبية لأسباب كتير احنا كمان بندرسها، بندرس مشاكل الإسلاموفوبيا، يتم إعداد الردود دي كلها وترجمتها للغات اللي هي بتشتغل بيها الجماعات المتطرفة. وبالمناسبة هم ما بينشروش بالعربي بس، بينشروا بلغات كتيرة جدا، الإنجليزي الألماني، ولهم مجلات موجودة زي مجلة دابق اللي صدر منها 16 جزء ومجلة رومية اللي هي موجهة خصيصا للمجتمع الغربي والمجتمع الأوروبي، بتخاطب شباب أوروبا وبينتجوا منها عددين في كل مرة، عدد دعوي وعدد تكتيكي. العدد الدعوي بيتكلم عن الأيديولوجية بتاعتهم، والعدد التكتيكي بيعلموا ازاي يقوم بتفجير، ازاي يصنع قنبلة، ازاي مثلا لو هو في مجتمع أوروبي مش لاقي يصنع الأدوات التفجيرات دي، ازاي ان هو يقدر يقوم بعملية زي مثلا باستخدام شاحنات الدهس، انه يأجر شاحنة، ازاي ان هو يستخدم سكينة للطعن في التجمعات الرهيبة دي.
كله ده احنا بنتابعه جهد ربما المجتمع لا يعرف عنه حاجه، وربما برضو المراكز الاعلاميه عندنا مقصره في التواصل شويه مع الناس وتوضيح حقيقه ما يكون به الازهر من جهد على الساحه الدوليه، على الرغم من ان الازهر هو مؤسسه علميه اكاديميه معنيه بتقديم المعرفه الصحيحه عن الاسلام، الا انه قرر ان هو يشتبك مع الواقع نظرا لتطلع كل المسلمين في انحاء الارض، والمجتمع الاوروبي نفسه هو بيطلب عوده دور الازهر للحياه، نظرا ان هم بداوا يعانوا معاناه شديده جدا من المراكز اللي بتتحكم فيها السلفيه الجهاديه، وانا اسف يعني ان انا اعلن ده واقوله، وبينفق عليها ملايين الدولارات على المراكز دي، ودعم رهيب جدا هم بداوا يئنوا من وطأة هذه المراكز التي بدات تفرخ وتخرج لهم الكثير من المتطرفين، واصبحت حاضنه لهذه الجماعات الارهابيه نتيجه لعمليه الادلجه اللي بتتم للائمه اللي هم مسؤولين عن المراكز دي. بداوا دلوقتي يشعروا بقيمه الازهر وبدور الازهر، وان الازهر هو الملاذ لينا، الازهر هو فعلا هو من يقدم المعرفه الوسطيه. يعني انا مش محتاج ان انا طبعا، هو الازهر مؤسسه وطنيه ملك المصريين كلهم وتراثه، ليس حكر على الازاهره، وليس من حق احد ان هو يتكلم بصوت الازهر ويقول ان انا بحتكر الحقيقه، بل انا اؤمن تمام الايمان ان كل واحد، لا احد فوق النقد، الازهر مش فوق النقد. احنا دايما لما بنستمع للاراء احنا بنحاول نطور نفسنا. خلونا نعترف ان كل مؤسسات دوله الفتره اللي فاتت تعرضت لعمليه ضعف شديد جدا وانكسار، احنا طالعين من ثورتين يا جماعه وظروف اقتصاديه كانت سيئة جدا. لما بتتكلم عن التطوير أو بتتكلم عن تحديث المؤسسات لازم نتكلم عن الإمكانيات الاقتصادية، وإحنا إمكانياتنا الاقتصادية محدودة بالفعل، والأزهر مش استثناء من المؤسسات دي. يعني أنا مش عايز أطول على حضراتكم، شكرا جزيلا دكتور سامح. الحقيقة أن خلوني أقول كلمة لمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح والدكتور خالد أصدقائي الأعزاء، أنه مكتبة الإسكندرية الحقيقة بتخلق وبتوفر منصة آمنة للناس، لكل واحد بيعبر عن رأيه بحرية، وأنا بشكرهم على المناخ الرائع اللي هم بيقدموه. بشكر أستاذنا الدكتور مصطفى الفي، كان نفسي يكون معنا النهاردة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور كمال. حقيقة أنا يعني قمت مع دكتور خالد، كنا في زيارة للمرصد، وفعلا هو بيعمل جهد كبير جدا، والمطبوعات بتاعته بلغات مختلفة بالغة الأهمية، أنا قريب بعض حاجات منها والمواقع بتاعتها، لكن واضح إن هي مش منتشرة ومش واصلة للنخب الثقافية المختلفة. يعني أنا أعتقد أن في إشكالية في الجزئية دي، لكن على مستوى كواليتي العمل والأبحاث ومتابعة المرصد اليومية مستوى جيد جدا وبلغات مختلفة، واحنا بنتابعها. أنا يعني في النهاية هدي الكلمة للدكتور خالد، هو هيتكلم عن العلاقة مع بين هذه المؤسسات والإطلاق. اتفضل حضرتك، بس احنا يعني تجاوزنا الوقت. لا حضرتك اتفضل اتكلم، بس احنا تجاوزنا اي خلافات، احنا دلوقتي بنتكلم في افكار للمستقبل. ما انا هتكلم بس حاجتين صغيرين في خلال من خلال دقيقه، زمن دقيقه واحده ان شاء الله. الحاجه الاولانيه، كنت اتمنى زي ما قلت امبارح برضه ان ما دام في مؤتمر يا جماعه لازم في بعض الاوراق العلميه، لازم يبقى في ايدينا ارقام نتكلم عليها، ورقتين ثلاثه يتم الاعداد بيهم خلال الخمس ست شهور اللي فاتوا، مجموعه من الشباب او الباحثين ياخدوا محاور المؤتمر يبدأوا عليها يعملوا بحث علمي، يبقى في ايدينا كلام. الكلام كله للاسف كلام انطباعي، يعني حتى الندوه بتاع النهارده او الجزء اللي حضرته النهارده عن الفن والثقافه، في اللي قالوا القراءه بقت متقدمه جدا نسب القراءه، في قالوا لا بالعكس، في واحد من الزملاء قال ان احنا بنعمل 3000 مسرحيه، في ناس قالوا هيفن المسرحيات، فما فيش في ايدينا ماده ممكن نتكلم فيها، وده اعتقد عيب كبير جدا جدا في اللقاء. دي نقطه. النقطه الثانيه، ما كنتش اتمنى الصراحه ان بنتناول الثقافه من خلال ان احنا بنلبس التهمه كلها للازهر، لان في نواحي كتيره جدا جدا للاسف كنا ممكن نناقشها، عداله اجتماعيه ونظام حكمه و و وكده. وشكرا. شكرا جزيلا. لا ما حدش لبس تهمه الازهر، واحنا متجاوزين مثل هذا الكلام، وفي رموز يعني من الازهر تحدثت حول هذا الموضوع. انا بس عايز اقول لحضرتك فكره اللقاء ايه. احنا بنعمل مؤتمرات علميه وفي اوراق علميه بتقدم وبتنشر في كتب وكل حاجه. فكرة اللقاء السنوي الختامي هو بيبقى منصة مفتوحة لتبادل الآراء والحوار، ولكن ليس مؤتمرا علميا على النهج اللي حضرتك قلته اللي احنا بنعمله كل يوم، لكن الغرض الأساسي منه هو محاولة النقاش الحر وتبادل الأفكار، وهي ساحة مفتوحة للحوار لكل الاتجاهات وكل التيارات، كله يعبر عن رأيه
طالما أن هناك التزام بقواعد الموضوعية وأداب الحوار في التعبير. والقاعة زي ما حضرتك شايفها ممثلة لكل الاتجاهات، يعني سواء على المستوى الديني، المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي. الأستاذ أحمد الجمال. لا، وإذا كمان أنت افترضت أن أنت هتطرح، هتخلي بعض الأشخاص يطرحوا أوراق، فأنت بتصدر على رأي الباقي. حضرتك فكر بس في 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 لا ثواني، البلاتفورم المكان المفتوح للنقاش. إذا أنت حبيته نقاش مفتوح، يبقى لو طرحت فيه أوراق مسبقة أنت صدرت على الرأي باقي الناس الموجودة. لا يعني خلينا خلينا نتجاوز النقطه دي عشان نوصل حديثنا. طيب استاذ احمد جمال اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا. لا انكر انني اصابني الالتباس الشديد، رغم انني من الديناصورات المنقرضه التي شهدت مراحل كثيره في تطور هذا الامر. تعلمنا كثيرا انه ليس في الاسلام مؤسسه دينيه، الكنيسة فيها مؤسسة دينية أو مؤسسة دينية بحكم العقيدة تحتم ذلك. لم نعرف في تاريخ العرب والمسلمين أن في حاجة اسمها مؤسسة دينية إسلامية ورجل دين إسلامي، وفي عالم مسلم، في فقيه. أما وأن أصبح الأمر أمرا واقعا محتما أن نتكلم عن المؤسسة الدينية الإسلامية وعن رجل الدين الإسلامي، وهذا أمر يعني عمل يعني قرون استشعاري ما مش مستجيبة، هنتعامل مع الامر باعتباره امر واقع. فهو الفكره في انه فكره المؤسسه ليس في الاسلام مؤسسه دينيه، وليس في الاسلام رجل دين. هناك فقيه مجتهد، ابو حنيفه كان بيتاجر في الاقمشه ويقول للصبي بتاعه لقد حسنت فخدعت المشتري. الثاني كان راعي، الثالث كان فلاح، الليث بن سعد كان بيبعت فلوس للامام مالك. انا مش عايز افتح الموال، مفيش حد عاش في المنظومه لسه، مش عايز اخش في قضيه خلافيه. ما حدش كانت شغلته انه قاعد كده يقول كلام في الدين، لا، كان عنده تاجر، زارع، راعي، صانع، ويراعي ربنا وضميره في هذا الامر، ثم يجتهد ويشتغل. وهناك شروط للمجتهد عرفناها في كل ما عشناه من امور. اقتراح محدد وهو فلاشه تتبناها مكتبه اسكندريه، فلاشه لكل مدرسه، وممكن ترتقي بعد كده فلاشه واحده لكل فصل او فلاشتين، عليها مئات وآلاف الكتب والمراجع، بحيث ان احنا ننشر مع الثورة الالكترونية ومع هذه الامر انه نبتدي نخش في موضوع الفلاشات. النقطة الثانية، اذكر تجربة عشناها معا الدكتور سامح وانا، كنت شاب طبعا وما زلت شابا، وهي تجربة ابو تلات. المؤتمرات، مش عايز اقول المعسكرات، انما التجمعات التي كانت تتبناها أسقفية الشباب ومعها أسقفية الخدمات وبعض المنتمين للكنيسة الكاثوليكية، وكنا نلتقي سنويا لفترة طويلة في إحدى المقرات في منطقة أبو تلات برعاية أنبا موسى وغيره، ونتناقش في كل ما يخص الشباب من مشاكل. وأظن أن هذه التجمعات أو التكوينات أو المعسكرات أو اللقاءات أثمرت ثمارا، منها الجالس على المنصة الدكتور سامح، هو يعني مشرف لأي تكوين، وناقشنا كل الأمور ببساطة، ووصلنا إلى أن الناس أي ما تكلم أبونا بيقولنا إيه في الكنيسة على المسلمين. إلى هذا المستوى حصل الحوار. توقفت هذه اللقاءات وماتت. كان في المركز القبطي للدراسات الاجتماعية، وهي تجربة أيضا لا أدري لماذا توقفت. فكرة اللقاءات، فكرة الاستخدام ثورة المعلومات والاتصالات في الفلاشات انها توصل لكل مدرسة، ده أنا بقترح اقتراح محدد. يبقى النقطة الأخيرة، وهي كيف يتحول كل هذا الركام من المؤتمرات واللقاءات إلى برنامج عمل. تصورت وهما لفترة من الفترات أن المثقفين المصريين الذين عاشوا يناير ويونيو، أنا الأوان أن يلتقوا ليبنوا حائط الصد الحضاري والثقافي والفكري، وتبدي نسخ يعني حركتنا، ونعوض اللي كانت تعمله الثقافة الجماهيرية وبتعمله الساحات الشعبية وبيعملوا مسرح القرية، والفترة اللي كان فيها فرقة رضا وفرقة البحيرة والفرقة البنبوطية، كان في شكل من أشكال الثراء المتعدد. كيف السؤال هو كيف نستطيع أن نبني حركة
ثقافية فكرية تنزل إلى الأطراف المصرية إلى العمق المصري عبر عشرات ومئات المثقفين من فئات مختلفة لكي نستنهض همة الأمة ونعمق وعيها بالتكامل مع علماء الدين وليس رجال الدين، مع المؤسسة التعليمية التي أنشأت كمؤسسة تعليمية واستمرت وهي الأزهر، وأيضا مع الكنيسة المصرية. وشكرا. شكرا جزيلا. تفضل استاذ محمد. تفضل حضرتك. مساء الخير. اولا احييكم من حلب من سوريا، انا وافتخر بانني يعني في اقيم في الاسكندريه ومن رواد مكتبة الاسكندريه. بس اريد ان اعرض يعني تجربه صغيره عندنا في سوريا، وفي ليها ايضا مشكله مشابهه هنا في مصر. المشكله عندنا احنا في سوريا حتى من قبل الازمه واثناء الازمه، انه احنا في سوريا اختطفنا ثقافيا وسياسيا فيما بعد واقتصاديا من الثقافات المجاوره لسوريا والمشرق العربي، حتى حاليا اصبح ازمه. حتى ليس دينيا فقط، هناك في سوريا عندنا في ناس متطرفين علمانيا جدا وشبكة اللادينيين، وبالنسبة لهم الدين بقى شيء ممزوج مش عايزينه أبدا ويكرهونه حتى في بعض الأحيان، وفي ناس متطرفين وينتمون لثقافات أخرى ندخل فيها. في مصر للأسف هم كمان لاحظت في ثلاث ثقافات وإحداهن خطيرة جدا. الثقافة الأولى اللي هي الشعبية المنتشرة حاليا، اللي الأغاني مشوفة المهرجانات والمؤخرة ما أثير من لغط حول حمو بيكا والأسماء هذه، هذه تنمو بسرعة قياسية هذه الثقافة، وفي مقابل لها أو موازي لها ثقافة أخرى كمان من الشباب اللي هم أصحاب اللي بيدرسوا بمدارس الانترناشنال سكول والثقافة الغربية نوعا ما، وثقافة نخبوية يمثلها جل من يجلس في هذا المكان. للأسف هذه المسارات الثلاثة كل واحد ينمو في نسق منفصل عن الآخر ويحدث فيه تفاعلات منفصلة عن الأنساق الأخرى، وبرأيي الأخطر فيها هو الثقافة الشعبية اللي تنمو حاليا من غير ما ننتبه لها، وهي تمثل برأيي خطر على مستقبل الثقافة في مصر وفي سوريا حتى، إحنا لأن كلنا ثقافة واحدة عربية. هذه المشاكل برأيي أنا لا نلوم هذه الثقافات تنمو، لأن حتى في سوريا أنا في مرة في الأيوبية الجامعة الأمريكية في بيروت أحد الأصدقاء اللي بيعمل ماستر فيها قال لي أنا أتمنى أن تركيا تحتل حلب. قلت له أنت شو عم تحكي يعني، مثلا مستحيل أنا أرفض هذا الشيء وأنا أروح أقاوم نفسي. قال لي نحن ما في حدا بديل عم يقدم لنا إياه، ما في بديل ثقافي يقدم لنا وهم يغزونا ثقافيا دون أن نحاربهم. فنحن كمثقفين كناس تشتغل بالفكر وبالميديا ملزمين أن نقدم لهم بديل، هذا البديل يكون مرضي لهم. هذا الشيء كنت أتمنى أن يكون دكتور مدحت موجود من أجل مناقشة ظاهرة الأفلام اللي حكى عنها قبل شوي، بس أسف هو مش موجود. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي والأديب الأستاذ علي عطا، تفضل. حاضر. حاضر. مساء الخير. شكرا دكتور سامح فوزي. أنا يعني ما عنديش مداخلة أو يعني رأي مخالف لآراء طرحت، قد ما أنا في ذهني سؤال محدد أو سؤالين. إحنا دعينا لهذا الاجتماع وكان في تصوري أنه سيدور النقاش أساساً حول ما قدمته مكتبة الإسكندرية في عام بينتهي، وما ستقدمه المكتبة في العام المقبل. لكني لاحظت أنه يعني امبارح والنهاردة النقاشات شديدة الأهمية في مواضيع ملحة ومهمة بالفعل، لكن كان من الممكن أن تعقد هذه النقاشات في أي مكان آخر غير مكتبة الإسكندرية. يعني مسألة أنه يحاط الناس الذين يوصفون بأنهم أصدقاء المكتبة بما أنجز ويسألون عن اقتراحاتهم بشأن ما يودون أن ينجز مستقبلا من خلال هذا الصرح. أيضا تضمنت الدعوة التي وجهت لأصدقاء المكتبة لكي يحضروا هذا اللقاء كلاما بشأن
أن المكتبة بصدد مبادرة أو يعني إطلاق مبادرة تدعو إلى عقد قمة ثقافية عربية خلال عام 2019، لكني لم أسمع لا أمس ولا اليوم أي شيء بشأن هذا الأمر، بخلاف ما طرحته المنصة في الجلسة الأولى، يعني بعض آراء زي اللي طرحها دكتور صلاح فضل، دكتور جابر عصفور، دكتور مفيد شهاب، لكن بلورت الأمر في شكل مبادرة بتدعو بالفعل إلى عقد هذه القمة، ما دمنا مؤمنين بأهميتها، ماذا عن هذا الأمر؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ علي. هو ذكر امبارح، يعني خلينا برضو واضحين في هذا الموضوع، هو ذكر بالأمس بعض الأنشطة الأساسية اللي هتقوم بها المكتبة، وهيستكمل الدكتور خالد الحديث عنها الآن، ونستطلع رأي حضرتك والآراء اللي موجودة. الأمر الثاني، الكلام حول موضوع القمة الثقافية، ذكر الدكتور مصطفى امبارح بوضوح أن هذه الدعوة تحريض على الفكر وعلى العمل وعلى المناقشة، أنا بستخدم اللفظ اللي هو استخدمه، الكلمة تحريض. فالغرض الأساسي منها أن احنا فتحنا جدل ونقاش حول هذا الموضوع معاكم، بنطلق هذه الدعوة، طرحنا بعض القضايا المفتاحية بالأمس في جلسة أمس في المداخلات التي قدمت، وأنا أظن ومعرفش رأي حضراتكم إيه، لم تحدث جلسة سرية مثل ما حدثت بالأمس على فترة طويلة في المجتمع المصري. أنا مش عارف، لكن مش عايز أصادر على الكلام، لكن أتصور أنها كانت جلسة غير عادية. ثم استكمال النهاردة بعض المحاور التي يمكن أن تكون محاور في القمة الثقافية، الكلام ده إحنا هنعمل إيه؟ إحنا نجمع كل ده وهنحاول نبلور فكرة، لأن المكتبة لا تستطيع أن تقوم بها مفردة. هذه القمة لابد أن يكون لها شركاء في المنطقة العربية، طالما ارتضينا أنها قمة مثقفين وليس قمة سياسية، فنحن نتكلم على قمة مثقفين. فهذه القمة لابد أن احنا نحاول يتم، مش عايز استخدم مصطلح تسويق، لكن ليتم مخاطبة الشركاء والجهات المختلفة معنا بما تم الخروج به من هذا اللقاء، مع بعض النقاشات اللي هتتم خلال الشهرين القادمين، ونحاول نطرحها لعلنا نستطيع ان احنا نعمل اجتماع عربي يضم عدد من المثقفين يبدأ بمناقشة بعض المحاور. لكن المسألة ليست سهلة، يعني مسألة القمة الثقافية ليست سهلة، وكثير من الأفكار تطرح فيها في هذا السياق. أنا عايز أسمع رأي حضرتك على وجه السرعة، بس مش بستعجلك، بس يعني أتمنى أن هي تكون سريعة عشان لسه في مداخلة ختامية من الدكتور خالد. أيوة، مساء الخير دكتور شريف ياسين. أنا أصلا عايش في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا. أنا أستاذ هندسة نووية، بتابع دايما الأخبار وبقي كل سنة، وكنت بشوف، فبس عايز أوريكم شوية من وجهة نظر تانية من اللي بتشوفوه. النقطة اللي احنا حسيناها برا، ان انتوا بتتكلموا عن كل حاجة إلا النقطة واحدة، الفساد. الفساد بيأثر كتير جدا جدا على الثقافة، في متلقي وفي بيدي. المتلقي ده هيقتنع ازاي بيه طالما شايف كل حاجة حواليه الفساد وعمال يزيد؟ دي نقطة. يعني انا كنت اتمنى ان يكون في زي ما بيقولوا مؤتمرات كده، يبقى في مؤتمر تأثير الفساد على الثقافة. سبق وقامت مكتبة اسكندرية بجهد في هذا الموضوع والطبع في كتابين. يبقى أنا ما حضرتش. لا لا لا، يعني دي فترة سابقة. أنا مش طيب. نقطة تانية سريعة جدا، اللي هي موضوع الأزهر والهجوم على الأزهر وبعد الأزهر. رجاء، أنا مش عايز يعني، لا 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 لا، أنا مش هتطرق الحكاية دي خالص. أنا هقول لك وجهة النظر من برا. تفضلي. لأن بنشوف كتير وبيجي ناس وبنتكلم معاهم، في هجوم شديد جدا على الإسلام برا اليومين دول، شديد جدا فوق ما تتصور. الرد، مستوى الرد لا يتناسب تماما مع الهجوم اللي بيحصل، زي كأنك بتسمع حد عمال يكسر في حاجة والتاني ما بيدافعش عنها كفاية، بيدافع شوية بس مش كفاية.
لازم في مواجهة حقيقية. مواجهة حقيقية يعني ايه؟ وهتكلم بصراحة مطلقة، في احاديث في البخاري ومسلم لازم تراجع، ولازم الأزهر يقول كلمته فيها بصراحة، انت مقتنع بالكلام ده ولا مش مقتنع بالكلام ده، لان في حاجات أساسية بتتعارض مع القرآن وحولها لك بصراحة. هو بيعمل ايه هنا؟ في احاديث بتقول لك مثلا ان المسيح يمشي في بتاع ده شارع ضيق وانا امشي في ده شارع. لازم الازهر يوضح الحاجات دي، لا بتعيله حينفع. لا حضرتك فرق ما بين الاوامر اللي صدرت فتره من الفترات وما بين الاحاديث، لان مفيش حديث بيقول الكلام. ما بيقولش ايه يا فندم؟ مفيش حديث بيقول ان المسيح، مفيش حديث بيقول كده. طيب حاضر، دي كانت بعض الاوامر، بعض الاراء الفقهيه، بعض طيب. بعض الاوامر السياسيه اللي صدرت. طيب مفيش حديث بيقول، مفيش حديث بيقول ارضاع الكبير في ولا مفيش؟ لا ده مش موضوع. لا لا بعد اذنك يا باشمهندس، بعد اذنك يا باشمهندس، لا دقيقه واحده بس يا فندم، دقيقه واحده سيبني بس ارجوك. حاضر. احنا في جلسه ختاميه بنناقش اسئله حدثت وبعض الموضوعات، حضرتك بتلقي بمجموعه من الالغام عايز خلاص في جلسه عشان تناقش. لا 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 وليس موضوع حضرتك. انا اسف جدا ومش هلقي حاجه. لا يعني حاضر انا تفهمت النقطه، بس انا النقطه الاساسيه الطراز العام لازم الازهر يبدي رايه في حاجات ويوضحها لنا كجهله في حاجات كتير. طيب. وبطريقه يعني ايه اقوى شويه من كده، عشان انتم حضراتكم يعني انا المس من كلام حضرتك لو سمحت لي. أيوة. انا متشكر طبعا على هذه الدخله. فضل. كلنا بنراهن على مزيد من العمل ومزيد من الجهد، وده تقدير لمؤسسه الازهر طبعا. الازهر تقدم الكثير في هذا الموضوع، واذا كان ما يستحق المراجعه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، انا مش برد عن الازهر بس برضو يعني هناك مجموعه من الاصدارات صدرت وكتبها الامام نفسه في الفتره الاخيره، وفي تطورات كثيره حدثت. انا مش يعني انا لست في موضع ان اتكلم في هذا الموضوع، لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال ملاحظه حضرتك يشاركها يعني كثيرين داخل هذه القاعه برهان اكثر على الازهر، ونطلب مزيد من الجهد من الازهر في مجال مواجهه التطرف، وهم مدركين هذا ويحبون هذا يعني. يعني اسمح لي ننتقل لحد ده. شكرا جزيلا. شكرا على مداخله حضرتك. اتفضلي حضرتك، ارجع لك يا دكتوره. حاضر الدكتوره جايه خدت هديك الكلمه. انا بس عايز بقى، لا انا بقى لو تسمحوا عشان الوقت. لا حضرتك هتتكلمي اتفضلي عشان الوقت. اتفضلي يا فندم، روح ودي الميكروفون عشان الوقت لو سمحتوا لي. يعني مداخله ثم مداخله وهننهي هذا الموضوع للدكتور بعد الدكتور خالد. اذا كان هناك من يريد ان يضيف هيضيف. حاضر يا دكتور كمال. حاضر. اتفضل. مساء الخير عليكم. انا اسمي هبه الزيادي بدون القاب، مدرسة مرحلة ثانوية بنين. هرد بس، كان في أستاذ سأل إيه اللي قدمته للمكتبة خلال السنة اللي فاتت، فأنا عندي حاجة بسيطة ممكن تكونوا حضراتكم شايفينها بسيطة بس أنا كبيرة جدا. أنا عندي 50 ولد دخلوا المكتبة وبقوا مداومين بشكل مستمر على دخولها ومتابعة جميع الورش من متحف السادات، من متحف المخطوطات، وممكن تسألوهم على الحاجات دي. الفكرة ان احنا دايما لما بنيجي نستهدف حاجة ثقافية بنبدأ نستهدفهم من فترة الشباب. الشباب دي اللي هم عندهم 18 سنة اغلبهم بدأ يكون له توجهات معينة، عارف يتشد. هو احنا ليه ما ننزلش من مرحلة الشباب وننزل للثانوي اللي هو فعلا ما عندوش اي ثقافة وسهل يتشد؟ ده جزء مهم جدا، الحقهم قبل ما يدخلوا الكلية والف كوي. من هيبقى عايز يخطفهم. ادي الجزء الاولاني. الجزء الثاني، الشيخ مشكورا قال احنا كنا بنطالب بتغيير الخطاب الديني وبنطلب من الائمه ان هم ينزلوا من فوق المنابر ويكلموا الناس عادي. هو انا شايفه مع كل احترامي لكل المثقفين، هو احنا عايزين كل المثقفين ينزلوا من فوق المنابر من الكتب من الكلام الكبير ينزلوا للشباب وياخدوهم؟ انا كنت مدرسه في مدرسه رياضيه، كل اهتمامهم بان هم النشاط الرياضي فقط لا غير. راهنت على الولاد ان احنا لو دخلناهم وادينا لهم المعلومه كامله الولاد هيبداوا يسالوا. كانت الشيء الغريب ان الولاد بداوا فعلا يدخلوا المكتبه عشان يقروا ويتابعوا. بلاش والاكتر من كده يجي يقول لي مس ده في الايفنت الفلاني يا ريت حضرتك تحضريه. مع كل احترامي ممكن ننزل بالثقافه للمرحله اللي قبليها
ممكن احنا كل مثقف يعتبر نفسه نبي. ما كانش في حد بيروح للانبياء في اماكنهم الا لما كانت بتنتشر الرساله. هم في البدايه كانوا بيروحوا لكل واحد في التجمعات بتاعته. انا مش شايفه ان اي شخص مثقف وله تاريخ او له فكر معين هو ممكن يتكلم فيه، ايه المشكله ان هو يروح لكل مدرسه ولكل تجمع ويبدا ينشر الفكر بتاعه. شكرا واسفه جدا المثقفين المرسلين. ننتقل دلوقتي يعني دكتور خالد عزب، هو رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزيه مكتبه اسكندريه، يعني له جهد كبير في المكتبه سواء كان في تبني عدد من الافكار والمشروعات المهمه بيعمل عليها مع فريقه، زي موضوع ذاكره مصر، زي موضوع ذاكره العرب، زي اطلال البيت السناري الثقافيه المهمه، وحاليا العمل من خلال متحف الاديان وبرنامج النشر. احنا نستمع منه لمداخله ختاميه حول الافكار التي ذكرت، حول البرامج التي تقوم بها المكتبه حاليا، حول افكار للمستقبل قبل ان ننتقل الى الغذاء. لكن بس سمحتوا لي، انا عارف ان في بعض الناس عايزه تعقب في كلمه هنا ذكرت هنا افكار هنا، انا مدرك ده، بس طبعا المجال لن يسمح لمزيد من الجدل. وجهات النظر وضحت، يعني الناس قالت افكارها، ونحن لا يعني لا نتطلع الى اكثر من ان يعبر كل مشارك او كل واحد عن رايه، لكن لسنا في مجال الاقناع المتبادل. فعشان كده لو سمحتوا لي هنتقل للدكتور خالد عزب ونرفعه. اتفضل. شكرا دكتور سامع على هذه التقدمه، لكن خليني الاول اذهب الى بعض المناقشات التي دارت في بعض اللجان. انا عايز بس فيما يتعلق بالكلام الذي قيل حوالين تضارب النشر داخل هيئه وزاره الثقافه، هناك لجنه شكلت داخل وزاره الثقافه برئاسه الدكتور سعيد المصري للتنسيق النشر ما بين هيئات قصور الثقافه، فبالتالي فكره تعارض النشر او فلسفه النشر داخل وزاره الثقافه بيجري حاليا اعاده هيكلتها وضبطها مره اخرى وتحديد مظنها بصوره واضحه وقويه. وفيما يتعلق بالسينما ووزارة الثقافة ودعم الدولة، الآن الدولة ردت شركات السينما إلى وزارة الثقافة مرة أخرى، والشركة الجديدة أظن ستبدأ في العمل في العام القادم في الإنتاج السينمائي والتوزيع، وبعض دور العرض بدأت تعود مرة أخرى إلى حظيرة وزارة الثقافة. هناك جدل قام من الأمس إلى اليوم، ولكن هذا الجدل الذي ركز بصورة أو بأخرى على المؤسسة الدينية نسر أن يركز على فشل الفلاسفة المصريين في الإجابة على الأسئلة الكبرى في مصر، وهذا مترتب على قيام الدولة المصرية بخطأ كبير بمنع الابتعاث في العلوم الإنسانية، وهو خطأ تسبب في تراجع العلوم الإنسانية في مصر، وده باعتراف واحد من أفضل الفلاسفة المصريين الحاليين وهو الدكتور عزت أورني في كتابه مستقبل الفلسفة في مصر. إذا كان هناك دور أو مساحات كبرى احتلتها المؤسسات الدينية، فده يجيب على سؤال لماذا فشل الفلاسفة المصريين في احتلال مساحات موازية. ولنا أن نتساءل ماذا بعد زكي نجيب محمود؟ يعني دي أسئلة لم تطرح. أين هؤلاء في الإجابة على أسئلة الحياة الكبرى، على أسئلة المستقبل، على أسئلة الواقع، على أسئلة تحديات كبيرة؟ هم ليس لدينا إجابات واضحة منهم، وبالتالي من حق هذه المؤسسات الدينية أن تحتل المساحات التي تراها، لأن الساحة مفتوحة أمامها في احتلال هذا، في أن تكون هي السائدة والتي لها اليد الطولة. ولا أحد يتحدث عن فشل المدرسة. إحنا لدينا كارثة في مصر كبرى، أننا في مجال الدراسات التاريخية وخاصة تاريخ المملوك المصري الذي شهدت في مصر أوج ازدهارها في العصور الوسطى، ليس لدينا قامات كبيرة الآن على الصعيد المحلي والدولي بعد وفاة الدكتور طرخان أو الدكتور سعيد عاشور أو غيرهم. إذن فهناك أزمة حقيقية في مجال الدراسات الإنسانية تجعل لدينا تساؤلات كبرى حول مستقبل الدراسات الإنسانية في مصر، وده سؤال ودي نقطة تعمل عليها مكتبة الإسكندرية في المرحلة الراهنة، سواء في مجال سد الفراغ في الدراسات المملوكية أو في محاولة إيجاد حلول حول نشر ما يتعلق بالدراسات الفلسفية. ليس من مهمة مكتبة الإسكندرية أن تنشر كتابات دينية، ولكن من مهمة مكتبة الإسكندرية إحياء مدرسة الفلسفة السكندرية القديمة التي أقامتها مكتبة الإسكندرية القديمة، تحييها مكتبة الإسكندرية
في الفترة القادمة، وده الدور الحقيقي لمكتبة اسكندرية. النقطة الأخرى هي أنه للأمانة الشديدة ما ذهبنا مرة إلى الدكتور أحمد الطيب في طلب أن تقيم مكتبة الإسكندرية نشاط داخل مؤسسة الأزهر وليس خارج مؤسسة الأزهر، إلى درجة أن احنا درسنا للمعيدين والمدرسين المساعدين ولطلبة الدراسات العليا في جامعة الأزهر في 4 دورات متتالية بكثافة شديدة مواد لم تكن تدخل الأزهر من ذي قبل، فدرسنا الثقافة القبطية واللغة القبطية في الأزهر، ودرسنا الفنون التشكيلية والمواطنة والفن المعاصر وغيرها من الموضوعات والفلسفة أيضا المعاصرة لهؤلاء داخل جامعة الأزهر، وسمح لنا بتوزيع ما نريده دون ما أي حواجز. وبالتالي نحن نتعاون من هذا المنطلق الآن مع جامعة الأزهر في مشروع مكتبة الأزهر الجديدة، لكي تكون مكتبة ليست مكتبة دينية بقدر ما مكتبة تقدم نوعا من الثقافة المعاصرة التي تؤدي إلى نمو وتضخم. وبالمناسبة المؤسسة الدينية ليست إلا اختراع عثماني، عشان نبقى قبل العصر العثماني لم تكن هناك مؤسسة دينية. هنذهب إلى نتيجة مهمة جدا احنا خلصنا لها، مشروع مكافحة التطرف والإرهاب توقف في مكتبة اسكندرية، وصل احنا نفذنا المشروع والمشروع خلاص، وبدأ بنبدأ برنامج جديد في اتجاهات جديدة داخل المكتب. لكن خلاصة مشروع التطرف والإرهاب كانت مفزعة على الشباب الذين حصلوا على ما يقرب من 2000 شاب من كافة محافظات مصر، احنا رحنا كل محافظات مصر. النتيجة الأولى المبهرة لنا والتي كانت صادمة أن الأجيال الجديدة لا تطلب تعلم القرآن والحديث، هم يطلبوا تعلم اللغة العربية وأدبها، وهناك أزمة حقيقية في اللغة العربية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى درجة أن احنا الدكتور خيري دوما وهو أستاذ مرموق في كلية الأداب جامعة القاهرة، كتاب أنت ضمير المخاطب في السرد العربي، لما قررناه على هؤلاء الشباب أصبحت كل المناقشات تدور حول هذا الكتاب، فأصبح هناك حاجة ماسة إلى التعرف وإعادة إنتاج التعرف على اللغة العربية من منطلق الثقافة اللغوية وليس من منطلق النحو والصرف. وحينما جربنا فكرة الثقافة اللغوية العربية بمعناها الحقيقي من الشعر من جماليات اللغة العربية التي تحبب إلى النفس، وجدنا أن هناك إقبالاً على اللغة العربية، والمفاجأة أن هذا بالتساوي بين طلاب المدارس الحكومية وطلاب مدارس اللغات الأجنبية، يعني الاثنين كل الاتجاهين من المدارس يعاني من ضعف اللغة العربية، اللغة الوطنية المعبرة عن الأشخاص والثقافة اللغوية العربية والأدب العربي أصبح عليه تساؤلات كبيرة، لدرجة أن احنا لما كنا بنطرح بعض الأمثلة زي ألف ليلة وليلة أو حتى ابن المقفع أو بشار ابن برد أو غيرهم من الأدباء أو الشعراء أو حتى بعض النصوص النثرية العربية الأصيلة، كان هناك إقبال كبير على قراءتها. المشكلة في من يقدم القراءة وكيف يقدمها، ده السؤال اللي احنا يعني كانت الصدمة اللي احنا توقعناها، انهم عايزين علم أصول الدين، احنا قدمنا ملخصات في علم أصول الدين في الحديث في القرآن، لا هو عايز، هو اعتبر اللغة العربية هي مفتاح أساسي لكثير من الأشياء، وده هيجعل مكتبة اسكندرية تنشئ في مشروع ضخم تبناه الدكتور مصطفى فيه وستوفر له كافة الموارد أن ننشئ بوابة للغة العربية عبر مكتبة الإسكندرية. وهذه البوابة هي نتاج مشروع التطرف والإرهاب، ما هيش نتاج عشوائي، يعني حتى الاستراكشر البنية التحتية لهذه البوابة هي نتاج مشروع دراسات على مشروع مكافحة التطرف والإرهاب. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى، لأن هناك مشكلات حقيقية حول استيعاب الجديد في مجال الدراسات الإنسانية على الصعيد الدولي وخاصة في كافة المجالات، فلذا مكتبة الإسكندرية بدأت مشروعا ضخما للترجمة في كافة التخصصات الجديدة في مجالات العلوم الإنسانية إلى اللغة العربية، ويوازيه على نفس الدرجة الترجمة النشر باللغات الأجنبية من مكتبة الإسكندرية. احنا كنا بننشر باللغتين العربية الإنجليزية والفرنسية، وتوسعنا بعض الشيء في الأسبانية والألمانية، الآن مكتبة اسكندرية ستتجه إلى النشر متعدد اللغات بعدة لغات، لأن هناك حاجة أن يعرفنا الآخر بمنجزنا بلغاته الأجنبية
وده يفسر لماذا الوجود الثقافي في مصر خارج مصر محدود، والأسماء المصرية خارج مصر غير معروفة. فهذه المحاولة للنشر باللغات الأجنبية ستأخذ بعضا من الزمن، لأن الجودة والدقة هي معيار أساسي في النشر من مكتبة اسكندرية. المصداقية تمثل محكا أساسيا، ولذا لا أحد يسألنا أن ننجز هذا في عام. هذا مشروع سيتطلب على الأقل 5 أعوام من الإعداد والتجهيز، وإعداد أجيال جديدة من من يكتبون بهذه اللغات وليس يترجمون. هناك فرق ما بين الترجمة أو الكتابة بهذه اللغات كلغة أم، ده شيء مهم كتير جدا في مثل هذا الاتجاه. القصة في كل هذا هو محاولات من المكتبة، من مكتبة الإسكندرية وإدارتها، عبر مناقشات داخلية عميقة، لأن هذه الأمور لا تؤخذ هكذا، بل تجري مناقشات موسعة داخل المكتبة وبين قطاعاتها المختلفة، إلى أين سنتجه في خلال 5 سنوات القادمة، وبأي رؤية وبأي اتجاه. وحينما يجري الاتفاق على شيء وبلورته في شكل مشروع، يجري اتخاذ خطوات وبدء العمل فيه. سترون في خلال الفترة القادمة الكثير من الأعمال. فيما يتعلق بمشروع ذاكرة العرب، هو أكبر أرشيف رقمي لكل ما يتعلق بالمنطقة العربية، خاصة بعد ما فقدته المنطقة العربية في العراق وليبيا وسوريا واليمن من تراث، فضلا على أن تقدم التكنولوجيا بصورة رهيبة جدا أدت إلى مثلا فقد حكايات الجدات من الذاكرة العربية، وإتاحة حكايات الجدات على بصورة رقمية وبصورة مشوقة للأجيال الجديدة، تجعل هناك حفظا للذاكرة الرقمية العربية بأوجهها المتعددة. فيما يتعلق بالذاكرة العربية، عشان تبقى المسألة في الصورة، العراق صدر فيه ما يزيد عن 2000 صحيفة ومجلة في القرنين 19 والعشرين. المتواجد فعليا والمحصور على أرض الواقع والمعروف هو 300. ومعنى ذلك أنه بتقدم الزمن يفقد العراق وغيره من الدول العربية الأرشيف الصحفي اللي هو بيمثل المرآة الحقيقية للحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فنحن حريصين في ذاكرة العرب على أن نتعامل مع الصحافة العربية والمجلات على سبيل المثال، بحيث ألا تفقد الذاكرة العربية جزءا من أساسيتها بمرور الزمن والوقت. وأشكركم. شكرا جزيلا. أنا لو سمحتوا لي عايز بس أضيف حاجة صغيرة، بالإضافة اللي ذكره الدكتور خالد عزب في إعادة هيكلة حدثت في بعض القطاعات في المكتبة، ترتب عليها استحداث مرة أخرى منتدى الحوار تحت عنوان في إدارة جديدة اسمها إدارة القاعات اللي احنا كلنا موجودين فيها ومبادرات الحوار، تولت أمرها الدكتورة شيماء الشريف، وهي كانت التي مسؤولة كانت عن منتدى الحوار منذ عدة سنوات، وبيعاونها الأستاذ ممدوح مبروك برضو وكان مسؤول في هذه الفترة. هذه الوحدة سوف تتولى تنشيط الحوارات الثقافية حول القضايا المتعددة، لأن احنا بحاجة إلى استعادة هذه التجربة مرة أخرى. فأنا بدعو فضيلة الشيخ أحمد تركي ونيافة الأنبا أرمية، يعني احنا بغض النظر عن تقييمنا لأداء المؤسسات كلنا مقصرين بالمناسبة، يعني أي مؤسسة مقصر، لكن خلينا ناخد خطوة لقدام شوي. الخطوة دي ياريت ننظم الكلام اللي قاله الدكتور خالد نبني عليه، والفعل أنا كنت بشارك في ندوات الأزهر وكنت جوه الأزهر في هذا الموضوع. ياريت نحاول ننطلق خطوة للأمام، نحاول نعمل مجموعة من الحوارات التي تدور حول قضايا ثقافية بالنسبة للمشتغلين بالخطاب الديني، سواء كان على الجانب المسيحي أو على الجانب الإسلامي، في موضوعات ثقافية ومحاولة بناء وعي ثقافي، ومحاولة أيضا إرسال رسائل ثقافية من خلالهم إلى المجتمع العريض والمجتمع العام. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، في جلسة مهمة جدا ستعقد من الساعة 4-6 خارج نطاق هذا اللقاء. إحنا هنستضيف حوالي 50 مثقف من إيطاليا وأسبانيا، هم قادمين لزيارة مكتبة اسكندرية وزيارة مصر بشكل عام، ومنهم شخصيات أكاديمية مرموقة جدا في مجالها. سوف يناقشون كتاب ترجمته مكتبة الإسكندرية
اسمه الجمال الأعزل، يتحدث عن حضور الدين في المجال العام. نخبة من المثقفين من إيطاليا وأسبانيا، طبعاً إحنا يشرفنا الأستاذ الدكتور مفيد شهاب في هذا الموضوع، والأستاذ الدكتور صلاح فضل في هذا السياق، وهناك طبعاً الدكتور وائل فاروق هو المنظم الرئيسي لمثل هذا الموضوع. فنرجو من حضراتكم اللي هيطول معنا شوية بعد الغداء، إحنا نبقى فخورين جداً وسعداء إن حضراتكم يكون ليكم إسهام في هذه الجلسة والحضور. قبل ما أختم أنا عايز أشكر حضراتكم طبعاً على الحضور، وأشكر زملائي اللي تعبوا أكتر مننا. أنا عايز أشكر زملائنا في وحدة الحوار اللي بدأت عملها الجديد بتنظيم هذا اللقاء، بشكر دكتورة شيماء، بشكر الأستاذ ممدوح مبروك، بشكر كل زملائنا يعني بدون ذكر اسمهم، الأستاذ معتصم اللي كان دايما يتواصل مع حضرتكم، الأستاذة فيوليت. بنشكر أيضا زملائنا اللي جهزوا مثل هذه القاعات وتواصلوا مع حضراتكم سواء كان في الترافل أو في أماكن أخرى، ودايما إذا أثرنا فأنتم يعني دائما تغفرون لنا هذا التقصير، وإذا كانت هناك اقتراحات فنحن سعداء دائما باستماعها. وشكرا لحضراتكم وننتقل للوقت.